جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. تفضل اشرب شاي. ماما أنا كنت بدي أقول لك إنه مجوهراتك الغالية اختفت من بيتنا وما لقيناها. عن جد أنا آسفة كتير على اللي صار يا شيفاني. لو سمحتي سامحينا على هذا الشيء. لا لا صدقيني هالشي اللي صار ما كان غلطكن أبداً. انتو ما إلكن ذنب باللي صار فلو سمحتي لا تعتذري. أنا كنت بدي إقلك هالشي من الأول بس ستي ما لقيت. ستي ليك بيوت العالم كلها تزينت بزينة حلوة كتير، وانتي قامت بدك تزينينا بيتنا. ما بدك تبطلي تزعجي ستك، ما بتفهمي بنوب؟ حاجتك تحكي حكي فاضي. يلا روحي نامي. خالو راغو رفقاتي كلهم بالمدرسة زينوا بيوتهم بالزينة، لو سمحت زين بيتنا. بس خالك راغو ما رح يجيب شي، نحنا بهالبيت ما رح نحتفل بأي احتفال، فهمانة شو عم قول؟ يلا روحي عنهم. طولي بالك، تعي حبيبتي. الأولاد الحلوين ما بيبكوا أبداً. أنا رح جيب لك يا نيشي. يا بتبطلي تبكي أو بضربك. يلا روحي نامي. استني نيشي، لا تبكي، الحلوين ما بيبكوا، نحن أكيد رح نحتفل مثل ما بدك. جد؟ إذا ما في معنا مصاري وفوق قصة المجوهرات شلون بدنا نحتفل بهالظروف؟ أحكي لشوف شو اللون اللي بتحبي إنه نزين فيه؟ أحمر وأزرق وأخضر وأصفر. حلو كتير، وأنا كمان بحب هاي الألوان. خلص نحنا رح نزين بهاي الألوان كلها. إيه؟ ليش معك مصاري لحتى تزيني؟